إذا كانت أزمة فيروس كورونا قد أثرت سلباً على العديد من القطاعات ببلجيكا، فهذا بالتأكيد ليس هو حال خدمات سحب الوجبات الجاهزة والتوصيل للمنازل. فمنذ بداية الجائحة أضحت هذه الخدمات وتلقى إقبالاً كبيراً من قبل البلجيكيين. في بداية الموجة الوبائية الأولى نهاية مارس الماضي، سجلنا انحداراً في الطلبات على اعتبار أن الوضع كان جديداً بالنسبة للجميع، لكن ما لاحظناه في أبريل والشهور التي تلت هو أن أرقام الطلبات ارتفعت. فبالنسبة لبعض أرباب المطاعم فالأمور تسير نحو ارتفاع نسبته 50% من المداخيل، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك. والواضح أن العديد من المطاعم حتى تلك الراقية اتجهت في سياق الجائحة صوب هذا النمط قصد الحد من الخسائر وتمكين الزبناء من الاستمتاع بأطباقهم المفضلة. وبينما لجأ البعض إلى منصات وتطبيقات توصيل الوجبات المنزلية على الإنترنت، فضل البعض الآخر تطوير منظومة التوصيل الخاصة بهم. خلال السنوات الأخيرة عرفت السوق البلجيكية تحولا كبيرا، حيث أضحى هناك العديد من المطاعم التي تدرك بأن هنالك مجالا كبيرا للربح في خدمات التوصيل وسحب الوجبات الجاهزة، حيث أن الكثير منهم اتجه صوب هذا النمط. وبطبيعة الحال فإن فترات الأزمة مثل التي نعيشها ستسرع هذا المنحى. والواضح أن جائحة كوفيد-19 التي حفزت طفرة خدمات سحب الوجبات الجاهزة والتوصيل المنزلي أفرزت تحولات في عادات المستهلكين الذين أضحوا يفضلون أكثر فأكثر الشراء عبر القنوات الإلكترونية على حساب المتاجر الصغرى والخواص.